تشريحات زي الاجتياحات. يعني قبل بك يهد الدار يطلع اكو يهد الدار، اما هو فش بك يهد الدار عليك جوا الدار. شد الشرطاري وضعه على المخيم. هاي وقت طعام تبين كل واحد طرف بس راح اشوف واضح. هاي حبايب بس شو طلعت انت؟ شو في عندك انت؟ شايف بنات مش بنات شو بنات؟ ظليت تدرك الحركات؟ كلا كنت خلص يلا روح.
شلون؟ هاي الدار كانت قائمة، كانت قائمة، فأجت الدناية اللي لهم جرفت هاي، كانت قصة هون جرفتها مع الدار هاي، مع الدار هاي، مع العمدان، مع عمدان الدور كلياتها، دمرت كل ممتلكاتنا هون جوا في قلب الدار. فإحنا بكل هذا احتلال بغض النظر، يعني إذا كان مفرشتهم الدور تفضل دمروا زي ما بدهم، إذا مش قادرين للمقاومين يعني بتفشفشوا في الناس الأمنين في دورهم وبضربوا دورهم، إنهم يفكروا إنه ما هذا بده يزيح هاي الناس عن الخط الوطني، مستحيل. إحنا ما بدنا إن حتى العالم كلياته ما بدنا إحنا يطلع علينا خليلك فوق هيك ويرجع.
وين البيت المحبوب؟ اللي ما تدمرت الحاره كلها بس. تفضل.
جاهز؟ يلا